أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. كل حلقة بنستضيف أسرة من الأسر المصرية، بنتعرف على أفرادها، بنقرب منهم، بنشاركهم أحلامهم، بنتعرف على مشاكلهم، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. كل واحد في المجتمع ليه دور، ودور إيجابي، لأن الأسر المصرية اللي بتشارك في أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا لأن الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية معانا ومع الأسرة اللي معانا النهاردة، وهي أسرة مكونة من مجموعة من الشباب. معانا منال، منال فاروق يوسف، ومعانا زوجها أدهم مجدي، وهم متزوجين حديثا قوي قوي قوي، يعني الشهر اللي فات بقالكم شهر. نقول لكم بقى مبروك، جاي متأخرة شوية بس مبروك. ومعانا أصدقاء منال وأدهم، آيات حافظ، وهي مصورة صحفية إعلامية، يعني أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ومعانا هشام شريف، أهلا بيكي يا هشام. أهلا بحضرتك. يعني لسه الشهر اللي فات، يعني مش هقدر أسألكم أقول لكم إيه المشاكل اللي قابلتكم، ولا في مشاكل؟ يعني أكيد ممكن. أكيد أنا بسمع إن في الأول بيبقى المشاكل كتير. أكيد. بس مش في الأول كده قوي، لأن أنتوا تعتبروا لسه شهر العسل على فكرة يعني. بس واضح إن في لسه يعني مشاكل برضو بدأت، يعني كده مش كده؟ أكيد طبعا في مشاكل بتحصل. لا أنا مش عايزة أبدأ بالمشاكل، مش معقول تكونوا لسه متجوزين وهبدأ بالمشاكل. أبدأ بقصة الحب الجميلة، بس أحب أقول للمشاهدين أو أعرفهم أكتر بمنال. منال هي بنت الفنان الكوميدي القدير الفنان فاروق يوسف، مش كده؟ طبعا احنا أنكل زيزو حبيبي مع محمد صبحي، دور مع عادل إمام كان شياطين إلى الأبد. شياطين إلى الأبد، أيوه. وفي أدوار بقى تلفزيونية وأدوار مسرحية هنتكلم طبعا كتير، بس الأول أحب أعرف قصة الحب والزواج دي بدأت إزاي بقى. والله احنا اصلا كنا دارسين مع بعض في سياحة وفنادق 5 سنين، اتعرفنا على بعض هناك وقتها، يعني كان حصل زي اعجاب من ادهم ليا، خليناها صداقة. قلنا اكيد هتقولي اعجاب من ادهم ليا، مش معقول هتقولي اعجاب مني لادهم. لا هو كان بالاتنين بصراحة، بس متبادل يعني. ادهم بس كان لسه في الدراسة وكده، فقلنا لا خليها صداقة في الدراسة وفي الصداقة عشان ما نخسرش بعضنا. طب وليه تخسروا بعضكم يعني؟ ما يعني المعروف يعني ان بدايه المراهقه كده كده تفكير البنت بيتغير، نفس الكلام الولد لما بيخرج ويروح جامعه تفكيره برضو بيتغير عن البنت. الحب والكلام ده ما بيبقاش في وقت الدراسه مستحب يعني. تمام. كتير فعلا جدا، ومش عارفه ليه الظاهره دي، القصص الحب اللي بتبدا في سن صغيره من ايام الدراسه يعني مش كلها بتنجح بعد كده، بيحصل تحول في المشاعر، النضوج، الولد بيتغير، البنت برضو ممكن تتغير نظرتها، مشاعرها، التفكير كمان. فبنلاقي كل القصص هو دايما يعني تفكير للنهاية. البنت او مخ البنت بيكبر عن الولد بسنين بمراحل. ايوه تمام. بالنسبه لي انا كنت شايفه ان وقت الدراسه مش هينفع ان احنا يحصل ارتباط وحب وكلام من ده، فقلت خليها اصدقاء صداقه. ايوه. خلصنا السياحه وفنادق وقعدنا فتره احنا اصدقاء واخوات، لا كان يخطر على البال خالص ان احنا في يوم من الايام يبقى فيه جواز. طب التحول ده بقى التحول اللي هو انت خلاص حطيتي العلاقه في فورمه وقالب معين، علشان تحوليها من القالب ده صعب على فكره،
طبعا سهل طبعا. يعني علشان ينظر لك نظره تانية غير نظره الاخت والصديقه والشله الواحده اللي بنخرج خلاص مع بعض نظرة كل يوم. الزوجه نظره الزوجه دي جت ازاي ادهم هنا بقى التحول ده؟ كانت عندي مشكله وكنت متضايق جدا فقعدت اتكلمت معاهم فقعدنا نزلنا وخرجنا وبدانا ان انا احكي لها وبدات ان انا مخنوق وبتاع فحسيت من كتر ما احنا قاعدين بنتكلم مع بعض وهي بتحكي لي وانا احكي لها بدات العلاقه كلها ان انت مثلا الدماغ طب انا لقيت فعلا ان الحاجات اللي انا عايزها في البنت او في الزوجه اللي انا بحبها هي حباها او بتحبها او فيها وهي برضو نفس الموضوع بس كانت الفكره كانت صعبه ان فيها الحنان انها بتسمع لك حسيت براحه نفسيه حسيت ان المسؤوليه انها انا بعرف لو في مشكله اعرف اخد فيها قرار اعرف افكر كويس اعرف امتى الكلام بيطلع امتى القرار بيطلع امتى كلمه لا بتتقال لا علشان كذا مش لا وخلاص في منطق في عقل بالزبط. قدامك في ذكاء فلقيت ان دي المواصفات الاساسيه اللي انت عايزها بالزبط. في الزوجه بدات بقى تقول طب وليه بقى ما ابعد حكايه اخت وصديقه بقى بالزبط. لا يعني ليه لا ما تبقاش هي الحبيبه المشكله ان احنا كان بقى لنا فتره كبيره مع بعض اصدقاء فكنت خايف ان انا اخش وابدا خطوه زي كده طب هتبقى مشكله هتتضايق مش هتتضايق طب هنخسر بعض طب المعامله هتقل طب افرض مثلا ان الموضوع ده كده في الاول لذيذ وحلو لما دخلنا في الخطوبه ومسؤوليات طب هنندمج مع بعض ولا لا دي مشكله عايزه اناقشها معاكم بنلاقي فعلا دلوقتي الشباب الجواز بالنسبه له خطوه صعبه قوي حتى انتوا تعتبروا متزوجين في سن مش صغيره 28 سنه فسن الزواج اولا ارتفع ثانيا خطوه الشاب عشان يقدم على فكر الجواز لا هو صداقه زي ما انت كده كنت عامل انت ومنال حلو قوي يستمر لسنين لكن عشان يفكر ويعني ويخطو خطوه الارتباط والمسؤوليه بقت صعبه قوي محتاجه حزب حتى لو ما عندوش مشاكل ماديه اكيد فعايزين نرجع نناقشها ونناقشها مع ايات برضو وهشام بس الاول اتعرف بيكوا اكتر واعرف جت ازاي الصداقه بينك وبين منال وبقالها قد ايه ايات ابدا بيها بقالها سنتين ونص تقريبا عرفتها في الجامعه احنا مع بعض في كليه اعلام ايوه بس عرفنا بعض في الجامعه بقى وخدنا على بعض بسرعه ومن ساعتها بقى احنا اصدقاء كتير بيقولوا لي ان علاقاتك الانسانيه وعلاقات الصداقه ما بقتش بيبقى فيها صدمات كتير والواحد بيصدم في صديقه ما بقتش الصداقه موجوده قوي زي زمان هي بتحصل كتير حقيقي في وسط الشباب حقيقي وموجود يعني. كتير بس مش صعب انك تلاقي حد فعلا كويس دلوقتي ايوه لكن بس بتحسي بقى يعني برضو احساسك بيوديكي للحد الصح في الاخر انت مر عليكي اتصدمتي في اصدقاء كان بينكم وبين بعض عشره كبيره حصل ها انت مصوره صحفيه مش كده ايات يعني المهنه دي عموما دلوقتي في الظروف اللي بنمر بيها بقت صعبه قوي ونقدر نقول عليها فعلا مهنه مخاطر انت عارفه الاحداث اللي بتحصل في البلد المظاهرات الوقفات الاحتجاجيه نزلتي غطيتي حاجات كده هو انا نزلت في مره كان في تفجير ونزلت فيه بصراحه كنت خايفه بس كان بعد بقى ما التفجير حصل كنت خايفه لحسن تكون في حاجه تاني وانا هناك بس خدت صورتين بسرعه وجريت بقى ما عندكيش روح المغامره لا انا بخاف خدت صورتين وجريت طب كويس انك معترفه يعني لا هي بصراحه البنات كمان صعبه جدا علشان صعب ان هم يواجهوا كده بس انا اعرف بنات بينزلوا على فكره وسط الاحداث دي ووسط المظاهرات دي البوم جامد بيعملوا احسن شغل يعني انت بس واضح قلبك مش جامد لا خالص لسه شويه لسه هشام انت صديق لادهم مش كده كام سنه دلوقتي؟ فوق ال 13 سنه يا ده انت ده عمر بقى ده من وانتوا اطفال من واحنا صغيرين ايوه من قبل اعدادي كمان يعني من واحنا في ابتدائي تقريبا لان احنا كده كده كمان اصلا ما بيننا وما بعضينا يعني عمرتين مش اكتر من كده زي ما يكونوا اخوات اخوات بتاخدوا راي بعض في كل حاجه في كل يعني هو لما جه يتجوز منال اخد رايك عرفك بيها الاول هو اللي كنت بقوله والله مش حيل عليك هو اللي كان بيشجعني هو اللي قايل لي انت يعني انا اللي كنت بقول له والله ايوه بس هو ما كانش يعني هو زي ما قال لحضرتك ما كانش في دماغه خالص ان هم يفضلوا مع بعضيهم اصدقاء وان احنا الثلاثه اصلا كنا مع بعضينا في نفس الدراسه مع بعضينا برضه ايوه ف
انت مش مرتبط يا هشام؟ لا. طب ايه سبب ان الشباب مش بيفكر في الارتباط ويوصل لل 30 وبرضه بالنسبه له الخطوه دي صعب؟ عندك مشاكل ماديه مثلا؟ كل حاجه بقت عاليه. يعني كل حاجه في البلد بقت عاليه، الاسعار كل يوم بتزيد. فيعني دلوقتي عشان الشاب ان هو يفكر يتجوز او يخطب، مش يتجوز عشان يفكر بس، مفيش اب دلوقتي استحاله ان هو هيرضى يدخل بنته مثلا في ايجار الكلام ده كله. لازم شقه تبليك طبعا، والولد بيفكر في قبليها بالكلام ده كله. يعني الولد ذات نفسه بيبقى عاوز يريح اللي معاه، مش يتعب عشان هو كمان يبقى مستريح. طالما انا مستريح هي هتكون مستريح، اكيد مش هتكون مش يعني مستريح. انت شايف ان المشكله كلها منحصره في مشاكل ماديه؟ هو ده اللي بيمنع. انا بلاقي احيانا ان رغم العنصر ده مش موجود، عنصر مشاكل ماديه، لا بالعكس في امكانيات ماديه كويسه، الا ان الشاب برضه مش بيقبل على خطوه الجواز الا بعد بقى عمر بعد الثلاثينات وبعد تفكير كتير قوي وتردد بيكون يعني حاول ان هو بقدر الامكان يحسن من نفسه او حسن شويه من نفسه عشان يعرف يبتدي في خطوه خطوبه. فبيبقى العمر تقدم بيه. ايه رايك يا ادهم؟ هو انا مع هشام برضو في نفس الفكره، بس هي بتبقى مثلا خوف، بيبقى خوف مسؤوليه وبيت، وانا هبقى مسؤوليه في بيت، في مصاريف، في حاجات معينه. دي برضو بيبقى برضو يعني انا اللي حببني في الجواز وحببني ان انا اعمل كده. طبعا منال بتساعدني ان اعمل كذا، موظف كذا واقفه جنبي، دي برضو بيحبب. انتوا الاثنين بتشتغلوا وانتوا الاثنين بتشاركوا في مصروف في البيت مع بعض؟ لا، هو اللي بيشتغل. انا ربيت منزل يعتبر. انت ما بتشتغليش؟ لا لسه. بس الاتجاه دلوقتي عند معظم الشباب، وبرضو ايات تبقى معايا وهشام، ان الاثنين يشتغلوا، ان المصاريف بقت كثيره قوي وضغوط الحياه كتير. أكيد. فلازم يساعدوا بعض ويشاركوا. أكيد. بعض في المصاريف. يعني هو مش ما فكرتيش تشتغلي؟ هو اكيد انا فكرت اشتغل، بس كمجال شغل حاليا بيتقال لنا ايه، هاتلي شهاده خبره، هاتي ان انت مؤهله. طب هاتي شهاده خبره ازاي وانت لسه ما اشتغلتيش؟ بالظبط. ما هو انت لازم تشتغلي عشان تجيبي شهاده خبره. حضرتك هو ده اللي بيتكلم فيه دلوقتي الجيل، ان ازاي انت بتطلب مني شهاده خبره وانا حتى الان يعني لسه طالعه من دراسه، لسه ما اشتغلتش، لا اللغه، لا ما اعرفش الكمبيوتر، يعني طلبات كتير. بتلاقي نفسك طب هشتغل ازاي؟ اعمل ده بقى على بال ما اعمل ده، خدي لك 6 7 سنين على بال ما اتاهل واقدر ان انا اقدم شهاده خبره مثلا 5 سنين. ده اللي بنقابله في اي شركه سياحيه او اي مكان يعني يكون قريب من دراستنا. انتوا درستوا السياحه، واساسا السياحه دلوقتي فيها مشاكل وصعب جدا انك تلاقي. بالزبط. كل اللي بيشتغلوا في مجال السياحه بالعكس سابوا هذا المجال وبعدوا عنه. بالزبط. وبيشتغلوا اي وظائف اخرى. بالزبط. فصعب مبدئيا ان انتوا في مجال السياحه. ثانيا بقى المشكله العامه بتاعت ان انا عشان اوظف شاب لازم اطلب منه شهاده خبره. طب خبره ازاي وهو كل شركه بيروحها بيقول له هات شهاده خبره؟ اشتغل الاول عشان اقدر اجيب شهاده الخبره. ثانيا التعليم بقى ومشاكل التعليم اللي عندنا، ان مش كل الشباب بيطلع عنده اللغات اللي هو متمكن اللغه المتمكن منها علشان يقدر يشتغل بسهوله. بالظبط. ده اللي بيتطلب مننا في كل مكان. ما فكرتوش تاخدوا كورسات انجليزي؟ يعني لو كان تعليمنا فيه قصور واحنا عارفين نحاول نعوض. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ان انا باخد دلوقتي كورسات انجليش، زائد ان انا قدمت كمان في الجامعه المفتوحه جامعه القاهره اعلام، بحيث ان انا حابه اصلا ان انا اخرج بعيد عن مجال السياحه خالص، ابدا اخش في مجال الاعلام، اعداد البرامج، حاجه انا حباها عايزه اعملها. أيوة. مش دراسه انا درسها مجبره ان انا اعملها. بتفرق كتير يعني. فانت شايفه ان انت عشان تاهلي نفسك وتاخدي الدورات التدريبيه دي كلها قدامك ولا 6 7 سنين عشان تقدري تشتغل. فالاعتماد كله على ادهم بقى، ان ادهم هو اللي يقوم بكل معلش يا ادهم بقى. وده حال الشباب كلهم يعني. الحمد لله. ده كان ليه تاثيره في ان يظهر بينكم مشاكل بدري كده؟ عشان انا لمست وحسيت ان المشاكل بدات تظهر معاكم بدري. فهل المشاكل الماديه دي كان ليها اثر في ظهور المشاكل بدري؟ ممكن. بس هي كانت قبل الجواز، يعني قبل الجواز التوضيبات، عايزين نجهز ده، طب الفرح، طب السفر، طيب عايزين نجهز كده، طب الوقت،
طب كلها مشاكل ترتبط بالماده برضه. بالظبط بالماده والوقت، يعني هي كان عيد ميلادها يوم جوازنا، يعني انا كنت عايز اعمل بدر بقدر الامكان ان يوم الجواز يوم عشان يبقى عندكم ذكرى دايما حلوه تحتفلوا بيها، فكره حلوه كده. فكانت هي كانت الوقت، لكن وقت لما خلاص بقى بنخلص والفرح والشقه خلاص خلصت وبدانا نتجوز خلاص، يعني خلاص بقى عرفنا ان مصاريفنا كذا، هنوضب حياتنا كذا، هنعمل كذا، خلاص يعني بقت الدنيا بقت سهله لسه شويه. ايوه، هي المشاكل يمكن تكون دخلت في حته ان مثلا قيود، فجاه انا حره في حياتي، بروح بخرج، بتعامل منال بنفسها، هي المشية الطريق، زي يعني زي ما معروف ان والدي متوفي، مامتي برضو متوفيه، انا اللي يعني يعتبر ماسكه نفسي، انت شايله مسؤوليه متعوده نفسي. ان انت شايله مسؤوليه نفسك بالزبط. انت البنت المستقله، دي مشكله بقى تانية بتقابل الشباب، ان تاخر سن الجواز ده بتبقى البنت اقلمت نفسها والولد على اسلوب حياه معين، في حريه، في ان هي اللي بتدير وقتها، بتدير كل اعمالها، صعب قوي بقى انها تبدا تتطبع وفي تحس بالقيود، يعني ده يعني في عيوب كتير لتاخر سن الجواز، منها العيب ده. فانت علشان تتاقلمي مع طباع ادهم وان في قيود بقت في حياتك، في قيود بقى في صعوبه، مش كده؟ بالظبط. يعني ادهم مش حابب حته ان انا اللي ابقى ماشيه المركب، لا انا الراجل، انا طبعا اللي همشي المركب، شيء طبيعي. فطبيعي ان انا كواحده كانت مسؤوله عن نفسها، طب انا هعمل كذا، لا ما تاخديش القرار، انت اساليني الاول. لسه بتفكروا بتقفوا عند مين اللي يمشي المركب ومين القائد وانا الراجل وانت الست؟ هي مش يعني لسه في مشاكل أكيد. دي اكيد هي بتبقى في ان بحس ايه، انا كراجل شرقي برضو غيور عليها، بخاف عليها، بحبها، فبخاف انها تعمل غلط، تاخد قرار يطلع فيها غلط، تبدا هي تتضايق. لا، نستشير بعضنا وناخد راي بعضنا ونفكر مع بعض. بالظبط، برافو عليك، نستشير بعضنا وناخد راي بعضنا وما تبقاش العمليه لا حد لا بيحاول لا يسيطر. لا 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 لا, 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 لا هي مش سيطره، هي مش سيطره، هو يعني مثلا في حاجات خفيفه، يعني زي مثلا مره كنا نازلين خارجين فبيوقف تاكس، فانا رحت موقفه، قال لي هو انا مش راجل جنبك، طيب انا اللي اتعامل. انت متعوده طبعا طول عمرك لوحدك، ف بالظبط. فعادي، الرجوله معناها اقوى قوي من فكره مين اللي يقول التاكسي تاكسي ويوقف. لا لا لا، الرجوله يعني في مواقف بقى الحياه ومواقف جامده هتمروا بيها، والرجوله دي مسؤوليه وحاجه مش ميزه، يعني ده انا لو منك انت استمتعي بكونك امراه. طبعا استمتعي على هو غصب عني كمرأة. ان انا مثلا لو سي الدور المسؤوليه بيجي ناحيتي، فده تاثير عن ان انا كنت شايله مسؤوليه نفسي بعد وفاه والدي ووالدتي. انا عايزه اتكلم بقى عن الوالد عني. الفنان فاروق يوسف، دي محطه مهمه جدا لازم نقف عندها ونتكلم فيها، بس لو عندكم هشام وايات عندكم راي في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه يا ريت اسمعه. والله انا شايفه ان هم فعلا بيحكموا دماغهم في حاجات، في اتفه الحاجات، بيقفوا عند حاجات صغيره صغيره ولازم ينشفوا دماغهم فيها يعني. وما بتفهموش يعني، هو كده يبقى هتعملي كده، بس احنا ساعات بقى بنيجي على نفسنا شويه. والله الحياه فيها مشاكل اكبر من كده كتير، ومش ساعات بنعدي، ومش المفروض ان احنا نقف عند الحاجات الصغيره، مش كده، نقف عند المشاكل الكبيره بس. عشان ايه رايك يا هشام؟ انا عكس الكلام بقى اللي ايام بتقول. بعد ما نخلص لينا كلام. لا والله انا شايف ان هي كل حاجه بتمشي بالاتفاق والاستشاره مع بعضيهم، تبقى كل حاجه بتمشي التفاهم. طب لما نشوفك انت بقى لما ترتبط هتعمل ايه يا هشام؟ لا والله لا، الكلام من الكرسي ده دايما سهل. لا سياسي. لا سياسي. سياسي هو هشام، وكل حاجه بالسياسه والتفاهم. بالظبط. انا عايزه اتكلم عن والدك بقى، انت ليكي ذكريات معايا، انت كنت البنت، منال كانت البنت الدلوعه للفنان فاروق يوسف اللي بياخدها معاه في كل خطوه، يمكن مش كده؟ البنت الصغيره الدلوعه بقى. ايه ذكرياتك عن المرحله دي والفتره دي؟ والله هو بابا بالنسبه لي كنت انا مقربه لي اكتر واحده، كانت دايما معاه في لوكيشن، معاه في مسرح، معاه في اي جزء من حياته. كأب عليا انا كنت انا حاسه ان انا مراته مش بنته.
أيوة. انا غيوره جدا عليه، لما بشوف مثلا كنت لسه صغنطوطه فيبقى معاه في اللوكيشن يجي يسلم على فنانه ويسي بوس، يعني في بتحصل بوس اللي هو ايه ده انت بتعمل كده ليه، لا مش ما تعملش كده، اه لا انا مراته مش بنته، أيوة. يعني انا واخده موقف اللي هو مراته مش بنته، إيه ما تعملش كده، لا وعيط وخناقات. بالنسبة لحتة ان هو كان كوميديان فطول الوقت كوميديان في البيت، لا دي بقى غريبة جدا، ان اسمع ان يعني الكوميديين دايما في بيتهم بيبقوا وجه اخر وشخصية مختلفة، بالعكس بيبقوا جد جدا في حياتهم الشخصية هي والحقيقية مش لدرجة جد خلف جدا، الكاميرا هو يعني. بابا الله يرحمه كان دايما دوره جوه البيت الاب الحنون المحتوي ولاده، لكن مش اب اللي هو يعني واخد الحكم ويتحكم فينا ولا وغلط وزعيق وخناق، لا بالعكس كان كوميدي جدا معانا جوه البيت، كمان جوه كان البيت جوه كان البيت شخصية كوميدي برضه اللي هو لو كوميدية. حصل اي مشكلة ممكن يفكها بضحكة وهزار وكأنه ولا يعني شيء حصل. أيوة. حتة ان هو مثلا كان يحب، جه عليه فترة من فترات حابب ان هو اللي ينشئ البنتين اللي ليه في الحياة، هو اللي يطلعهم يعني هو اللي يدرس لهم وهو اللي يذاكر لهم، جت بعد كده فترة هو يعني اتجه للمسرح تلفزيون، والتلفزيون دراما تلفزيوني أكتر. فأخد منه وقت، فاضطر ان هو يعني يبعد شوية عن مذاكرتنا والكلام ده ويسيبها طبعا لوالدتي الله يرحمها. حتة تاني ايه، ان بابا كان ممكن صديق لينا، ايوه صديق مقرب ليا انا بالذات، يعني كان من الصعب ان انا كنت يعني مش ادهم اول ما جه قال لي انا عايزه ارتبط بيكي ومعجب بيكي، يمكن اي بنت في الحياه تروح لمامتها، ايوه انا رحت لبابا رحت لبابا قلت ما له كنتش بتداري عليه اي حاجه، كان خالص، علاقه صداقه بتقولي له كل اسرارك كانت كلها صداقه، كل اسراري اللي ممكن يعني هو نفسه استغرب اتفاجئ بيا ان انا جايه في سن ثالثه ثانوي بقول له بابا ادهم معجب بيا، هو كان عارف ادهم طبعا عشان صديق معانا وكده، فاستغرب قال لي أيوة. طيب الكلام ده تقوليه لماما، قلت له لا انت القريب مني أيوة. انت سري انت كل حياتي أيوة. بس. ف إيه الأدوار اللي أنت بتحبيها له بقى فعلا بتحبي تتفرجي عليها على طول؟ هو كل ادوار بابا طبعا يعني ادوار حلوة وهو ابدع فيها، مش عشان والدي والله بس هي حقيقة، ادى يعني بابا كان بيدي للدور حقه أيوة. تمام، فالدور اللي علق معايا قوي ويمكن كان بالنسبة لي كارثة قومية في الحياة دوره في أنكل زيزو حبيبي مع الفنان محمد صبحي، كان بالنسبة له يعني هو بيحصل حول، فأنا بالنسبة لي صحباتي كانوا يجوا يقولوا لي منال انت باباكي أحول في الحقيقة، فطبعا اقول لهم لا ايه الكلام ده، وكنت اعيط وانتوا ازاي تقولوا على بابا كده، وارجع له في البيت انت ايه اللي خلاك تعمل دور زي ده في يوم من كنت الايام، متضايقة انه عمل جدا الدور جدا كان بيضايقني الدور، يعني هو حتى بابا الله يرحمه كان دايما يقول لي لا يا حبيبتي ده الناس حابيني في الدور ده. ايوه مش حاجة تعيبك او كده، دي ناس حباني في الدور وحابين ان باباكي يعني ان انتي متواجدة معاهم وباباكي عمل دور زي ده، فكنت اقول له طيب خلاص ماشي، الاقي اصحابي يجوا يرازوا بيا او يعني يضايقوا فيا يقولوا لي شلكليتا مبلولي رجع يا خاله مش عارفه ايه الكلام ده كله، كان بيضايقني جدا ومستفزني. طب دي الادوار اللي ضايقتك او ما كنتيش حاسه وقتها عشان انت طفله، بس اكيد دلوقتي اه فهمتي طبعا لا طبعا ما كنتيش فهمت، حاسه انك مفتخره ببابا فيها، لكن اكيد في ادوار تانية كنت فخوره بقى بيه لما وسعيده عمل دور مع الفنان الله يرحمه برضو احمد زكي في انا لا اكذب ولكني اتجمل، كان دور رائع يعني بصراحة ابدع فيه، يعني كان هو عامل ان هو ابن الناس اللي معاه الفلوس والدنيا وكل حاجة وبيتعالى على احمد زكي ايوه تمام، فادى الدور حق